منذ بدء الأزمة الأوكرانية هددت دول غربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على روسيا في حال غزت أوكرانيا. أبرز المواضيع التي لوحت بها واشنطن مشروع خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2. ما هو هذا المشروع المثير للجدل؟ خط أنابيب يبلغ طوله 750 ميلا يربط بين روسيا وألمانيا مع إمكانية تزويد 26 مليون منزل ألماني بالغاز الروسي. يتجاوز خط الأنابيب بحر البلطيق وأوكرانيا ويهدف إلى مضاعفة صادرات عملاق الطاقة الروسي غازبروم من الغاز والتي تتدفق من روسيا مباشرة إلى ألمانيا في التفاف حول الطريق التقليدي عبر أوكرانيا. من المخطط أن ينقل ما مجموعه 55 مليار متر مكعب من الغاز إلى ألمانيا ومنها إلى دول غرب أوروبا عبر شبكة الغاز الطبيعي. ما هي أهميته لأوروبا والمخاوف منه؟ يحصل الاتحاد الأوروبي على 41% من احتياجاته من الغاز من روسيا، في المقابل تكسب روسيا 60% من عائدات وارداتها من الاتحاد. الوكالة الألمانية للشبكات علقت المصادقة عليه بالتزامن مع اللغط الكبير المثار حوله والنظر إليه كسلاح روسي جديد ضد الاتحاد الأوروبي. خط الأنابيب سيكون مطروحا للنقاش كجزء من إجراءات العقوبات، وأي إجراء قد يفسر انتقاما من موسكو.